فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يأتي به الدجال من إنزال المطر وغيره، هل هو من السحر التخييلي؟ هذا أقدره الله عليه لأجل الفتنة، أقدره الله عليه لأجل الفتنة، فتنته عظيمة، وهذا من تقدير الله عز وجل، الله أقدره على هذا، نعم، لأجل أن يفتن الناس، نعم، ولذلك إذا شاء الله منعه. أما سمعتم قصة الذي يخرج إليه من المدينة ويقول له، يعلن بتكذيبه وأنه الدجال الكذاب، فيقتله ويقسمه نصفين ويمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يقول تؤمن بي فيقول لا أنت المسيح الدجال الكذاب، ثم يقتله ويقسمه قسمين، يمشي بين قطعه، ثم يقول له قم فيقوم حيا، في المرة الثالثة لا يقدر على قتله، يمسكه الله عز وجل وينجو هذا العبد المؤمن ويخسى الدجال. فهذا كله بتقدير الله لأجل فتنة الناس وامتحانهم، من يثبت على الإيمان ومن لا يثبت. نعم.